وعشاق الساحرة المستديرة حول العالم منتظرين النهاردة مواجهة قوية للغاية ومرتقبة ما بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا. مباراة أكيد هتكون كرنفالية، يا ترى مين هيقدر يفوز بالبطولة؟ هل روح لاعبي الإنتر ميلان هتلعب دور مهم النهاردة في تخطي السيتي، ولا السيتي بقدرات لاعبيه يقدر يفوز بالبطولة؟ تفاصيل كتير وأسئلة أكتر عايزين نعرفها عن المباراة هنعرفه من محمد همام الناقد الرياضي. صباح الخير عليك، منورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضراتكم، وصباح الخير على السادة المشاهدين. يا أهلا بيك. طيب يعني مباراة زي ما كنا بنتكلم كده دلوقتي، في روح قتالية عند انتر ميلان، وفي نفس الوقت السيتي كمان طبعا في روح قتالية وقدرات أعلى من انتر ميلان للعيبة. شايف مين اللي عنده الوضع أو الأفضلية؟ شايف مين في إيده الورقة الرابحة أقوى؟ يعني حسابيات طبعا قبل المباراة الناس كلها بترجح كفة مانشستر سيتي، الحسابات كتيرة، هم أبطال البريمير ليج، أبطال كأس الاتحاد الإنجليزي بالأسبوع، نتائج يعني في دوري أبطال أوروبا حققوها يعني بشكل كبير، كان مباريات كانت أصعب ومواجهات أصعب عن إنتر ميلان، يعني سواء كان الفوز على بايرن ميونخ أو ريال مدريد. صحيح إنتر ميلان كان في دور المجموعات كان يعني في مجموعة تعتبر هي كانت أصعب بوجود بايرن ميونخ وبوجود برشلونة، لكن قدر إن هو يصعد على حساب برشلونة وقدر إن هو ياخد مركز تاني. كان الحظ شوية حليف إنتر في المواجهات الإقصائية والأدوار الإقصائية، سواء كان مباراة بنفيكا أو بورتو مع مباراة في الدور النص النهائي كان مواجهة مع ميلان. مباراة 90 دقيقة ما حدش يتوقع مين يكسب، خصوصا ان يعني تصريحات لعيبة انتر كانت يعني بتعتبر يعني بيلمحوا ان المباراة يعني مش مهم عندنا الاداء، المهم الفوز. على عكس لعيبة مانشستر سيتي يعني بيحققوا الموازنة وبيحاول الاثنين، سواء كان اداء طبعا او نتائج، فمباراة ما حدش يتوقعها، لكن بنسبة كبيرة شايف الناس شايفة مانشستر سيتي كفته اقوى من انتر ميلان. عظيم جدا. ما هو الناس شايفه ده ليه؟ لانه من اللي شافوه خلال الفتره اللي فاتت من الموسم الحالي للمان سيتي، مش موسم بس طبعا، مش يعني هنتكلم لو على الموسم الحالي معاه بطولتين، ودي هتبقى البطوله الثالثه بالنسبه له مع كاس الاتحاد ومع الدوري الانجليزي، فهو بيسعى لتحقيق اللقب التالي. طيب في هذه البطوله في دوري الابطال المان سيتي هو الاكثر تسجيلا للاهداف، 31 هدف. لما نيجي نبص للانتر ميلان هنلاقي ان هو اكثر الانديه حفاظا على شباكه على مدار 8 مباريات. ازاي مهاجمي مانشستر سيتي هيتعاملوا مع هذا الموقف؟ فودن هيعمل ايه؟ محرز هيعمل ايه؟ طبعا الدبابه هالاند هيعمل ايه؟ مانشستر سيتي يعني السنه دي يعني طبعا مانشستر سيتي يعني عنده يعني بدل اللاعب من الناحيه الهجوميه اكتر من لاعب، احنا بنتكلم على طبعا وجود هالاند اضاف طبعا قوه كبيره، هداف دوري اوروبا السيزون ده ب 12 هدف بخلاف هداف في البريمير ليج، صفقه كانت مهمه جدا لبيب جوارديولا، خصوصا ان هو كان بيحتاج مهاجم هداف في تشكيلته وقدر ان هو يعني يخطف هالاند. وجود طبعا وجود برناردو سيلفا طبعا الاهم في الفرقه، والمايسترو دي بروين مع جاك جريليش، وبنشوف نص الملعب حتى سواء جوندوجان او رودري يعتبر بيهدفوا وعندهم قدرات تهديفيه مع خط الدفاع. مانشستر سيتي يعتبر ما بيعتمدش على لاعب واحد، عنده تيم كامل يقدر يسجل، على عكس انتر اسلوبه دفاعي وتعاده الطليان عموما المدرسه الدفاعيه والمدرسه القتاليه عموما. هنشوف مباراه يعني صعبه، لكن ممكن مانشستر يصعبها على نفسه، ممكن يسهلها على نفسه. انتر شايف ان هم مش مضغوطين، هيلعبوا مباراه يعني بالنسبه لهم قدرنا نكسب هنحقق معجزه، ما كسبناش الناس كلها بترجح مانشستر سيتي. طيب واحنا بنتكلم عن مانشستر سيتي تعتبر فرقه متكامله العناصر، متكامله الاركان. انتر ميلان ليه طريقه معينه، تاكتكس معينه بتعتمد اكتر على الدفاع، فلازم يكون بجانب الروح القتاليه لازم يكون في استراتيجيه عشان اقدر اتعامل او اواجه فريق زي مانشستر سيتي. تفتكر سيميوني انزاجي هيعمل يعني ايه اللي ممكن يشتغل عليه في المباراه دي؟ اكيد طبعا هيكون تحفظ دفاعي كبير، خصوصا ان هو اصلا عادته ان هو ما بيعتمدش على عناصر هجوميه كبير في تشكيلته، سواء ممكن نتكلم على لوتارو ومارتينيز و يقدر يغير الاسلوب اصلا الدفاعي الهجومي؟ صعب
يعني صعب يعني. اذا كان في المباريات السابقه حتى في مباراه ميلان يعني لما نشوف النتائج يعني يكسب 1-0 و2-0 حتى كان ميلان برضو ما كانش محظوظ بعض الشيء في ماتشاته وفي عموما في مواجهات قبل كده في دوري ابطال اوروبا في مباراه بورتو او بنفيكا او في دور المجموعات مش من عاده انتر ان هو بيهاجم او بيبتدي بالهجوم او بيبادر بالهجوم. فريق اسلوبه الاساسي وزي ما ذكرنا ان اسلوبه يعني دفاعي واداره واضح ويعني كان دليل ان هما قوة دفاعية الموسم ده على عكس مانشستر سيتي. جوارديولا يعني اتعلم من أخطائه لحد كبير سواء كان من الناحية الدفاعية أو حتى يعني طلب ان هو يضم مهاجم ويتعاقد مع هالاند. مانشستر سيتي يعني بنشوف فيه دلوقتي توازن من الناحيه الدفاعيه ومن الناحيه الهجوميه. كنا بنشوف اهداف كتيره بتدخل مانشستر سيتي في مانشستر سيتي. طب يعني خليني اسالك سؤال تاني برضو من احدى الثغرات يعني اللي كانت بتواجه مانشستر سيتي، في بعض الفرق عملت شادوينج لهالاند، يعني كان في حد زي ظل كده بيواجه هالاند، موقف هالاند ما بيخليهوش يتحرك اصلا، ما بيصنعش اصلا اي لعب، مش عارف يتحرك خالص. انتر ميلان عنده القدره دي، عنده حد يقدر يتعامل مع هالاند يشادو هالاند؟ هو في طبعا اكتر من اسم يعني موجود مثلا يعني انتر هيستعيد مثلا ميلان سكرينيار هيضم يعني يعزز من الدفاع عنده وجود يعني حتى يعني الاسلوب الدفاع الخططي لانتر يعني بيعتمدوا على يعتبر ثلاثه وفي نص الملعب برضو على حوالي 4 لعيبه. فاحنا بنتكلم ان هم اصلا ممكن يعني بنسبه كبيره يعني ان هم الدفاع بتاعهم هيكون بحوالي 8 لعيبه، مفيش غير ممكن لو طارو او جيكو هم اللي فقط اللي بيهاجموا. فده هيكون بالنسبه لانتر هيكون ضغط برضو عليهم، لان احنا بنتكلم على مانشستر سيتي اسلوبه واستحواذه على الكره بيكون بنسبه كبيره جدا على المنافسين. حتى احنا بنشوف حتى يعني قدام بايرن ميونخ يعني المدرسه الالمانيه والتحفظ والاستحواذ على الكره ما قدروش ان هم يواجهوهم. بنتكلم على حتى في الدوري الانجليزي في ماتشات زي ارسنال مايكل ارتيتا مع اسلوب بتاعه زي مدرسه جوارديولا، او حتى في ليفربول مع يورجن كلوب كان التفوق والاستحواذ اكبر لمانشستر سيتي. فطبيعي ان انتر عارف ان هو هيكون مضغوط وعارف ان هو يعني بنسبه كبيره مش هيستحوذ على الكوره على عكس مانشستر سيتي. وفي نفس الوقت اكيد مانشستر سيتي اسلوبه والخطط الدفاعيه اتحول بنسبه كبيره جدا. احنا يعتبر دلوقتي كان بيلعب يعني على الورق يعتبر بيحط 4 لعيبه، لكن هو يعتبر بيلعب ب3 لعيبه سواء كان دياز او اكانجي او حتى سونز. طيب كايل ووكر هيشارك خلاص حسم موقفه من المشاركه في هذا اللقاء؟ التشكيل المتوقع محطوط كايل ووكر، لكن انا شايف ان كايل ووكر يعني هيكون يعني ليه ميزه وليه عيب. يعني هو هجوميا قوي جدا ودفاعيا ممكن يكون بعض المساحات شويه هو كان قد شعر بالام في الظهر فعشان كده صحيح بسالك اهو، ولكن الكلام على التشكيل المتوقع هيكون موجود. يعني توقعاتك كده للمباراة كام لكام، كام ايه اللي هيحصل، ايه هنشوف ازاي استراتيجيات اللعب، كل مدير فني هيتعامل ايه، الاوراق اللي هيتعامل بيها في المباراة يعني مانشستر سيتي يعني عنده اكتر من حلول سواء كان من ما بين اساسيين او ما بين بودلة. احنا بنشوف حتى في البودلة يعني مثلا رياض محرز رغم ان هو يعني في مشاركته بيعمل ارقام وبيحقق اداء ومستوى مع مانشستر سيتي، لكن احنا ما بنشوفوش بيظهر كتير اساسي. فده يعني في نفس الوقت يعني قوه لمانشستر سيتي ان عنده اكتر من بديل. حتى في فودن في الفتره الاخيره يعني ما كانش بيشارك وكان بيعتمد على جاك جريليتش. فمانشستر سيتي عنده اكتر من ورقه سواء ما بين اساسي او ما بين بديل، على عكس انتر ميلان الاوراق عنده قد تكون يعني معروفه او محدده. احنا بنتكلم على يعني سواء كان لوتارو او لوكاكو او جيكو او حتى بريلا، او يعني ما فيش غير ممكن اصابه بس انخيل كوريا مش هيلعب. فيعني الحلول عند مانشستر سيتي اقوى واكتر من انتر ميلان. جوندوجان كان ليه تصريحات كتيره قالها امبارح مهم عايزين نتوقف عندها برضو. قال ان هم مش هيسمحوا بدخول مرماهم الكثير من الاهداف، طبعا اشاره الى قوتهم الدفاعيه، لكنه قال ان هم هيتركوا الكوره في بعض الاوقات لينا نفعل بها ما نشاء، فدي فرصتنا ان احنا نعمل كده، وعلينا كمان الحذر من الهجمات المرتده. صحيح.
هو يعني كان يعني طبعا تصريح يعني في محله طبعا. جوندوجان يعني يعتبر داخل المباراة فاهم السيناريو شوية حد كبير، بيعتبر ان انتر زي ما ذكرنا ان هيكون اسلوبه تحفظ بشكل كبير قدام مانشستر سيتي، وده كعادة الفرق او معظم الفرق اللي بتواجه مانشستر سيتي سواء في اوروبا او في البريمير ليج. لكن في نفس الوقت يعني الطليان او عموما او الانديه الايطاليه يعني ده اسلوب عموما عندهم وفاهمينه وحافظينه كويس جدا، واحنا بنشوف حتى يعني انديه ايطاليا كلها سواء كان يوفي او انتر او ميلان او ما فيش غير ممكن شويه نابولي السنه دي اتغير شويه من اسلوب او مدرسته، لكن معظم الانديه الايطاليه كلها مدرستها واحده هو التحفظ الدفاعي او القوه الدفاعيه وبعدين نشوف الهجوم. طيب على جانب اخر برضو بيب جوارديولا كده في مع دوري ابطال اوروبا في بعض العكوسات كده، يعني برغم انجازات كبيره جدا هو بيحققها لكن برضو تبقى عقده في دوري ابطال اوروبا مع بيب جوارديولا، هيقدر يتخطى العقده دي والخيانات زي ما هو بيقول النحس اللي بينه وبين دوري ابطال اوروبا ولا ايه اللي هيحصل؟ هو جوارديولا طبعا يعني قدر ان هو يحقق بطولتين قبل كده مع برشلونه، صحيح مع لكن احنا برشلونة بنتكلم اخر مره كان 2011 ما قدرش يحقق البطوله مع بايرن، وفي نفس الوقت لحد الان مع مانشستر سيتي كان قدامه الفرصه في 2021 مع ضد تشيلسي، لكن يعني كان في البدايه كانت ناس كتير يعني مستغربه التشكيل اللي كان بدا بيها، وخصوصا ان هو ما اعتمدش على رودري رغم ان هو كان اساسي طول احداث البطوله. البعض وخصوصا كتير من جمهور مانشستر سيتي بيقول ان ممكن نتوقع مفاجاه النهارده ممكن يعملها في التشكيل، لكن اتوقع ان هو مش هيلعب في التشكيل او مش هيغير التشكيل بتاعه، خصوصا ان هو يتعلم من اخطاء، واحنا شفنا حتى السنه دي فعلا اسلوبه اتغير، هو عاوز فعلا يعني يتخلى شويه عن فلسفته او عن المدرسه اللي هو كان بيعتمد عليها، واحنا شايفين النتائج وشايفين الاداء وشايفين ان هو فعلا يعني قدر ان هو لغايه دلوقتي البطولات اللي ده شارك فيها ما عدا كاس الكاراباو طبعا قدر ان هو يحققها، فهو اكيد هدفه الاهم والاكبر ان هو يحقق دوري ابطال اوروبا علشان يثبت ان مشروع مانشستر سيتي نجح ويثبت لنفسه ان هو يقدر ان هو يحقق دوري ابطال اوروبا. عظيم. بما اننا بقى بنتكلم عن بيب جوارديولا عايزين نتكلم شويه عن هذه التجربه مع المان سيتي. اول ما جه للدوري الانجليزي كان في تشكيك، كان بيدرب البايرن تقريبا في 2016، كان في تشكيك في قدراته انه مش هيقدر يتعامل مع البريمير ليج وان ده فكر اسباني مختلف شويه لا يناسب الفرق الموجوده في الدوري الانجليزي. ازاي نسف هذا الفيلسوف هذه الفكره وفي السنه اللي بعدها على طول خد الدوري وبدا بشكل شبه متتالي يعني يحصل على الدوري؟ عايزين نتكلم عن تجربته مع المان سيتي. البدايه كانت طبعا يعني مانشستر سيتي ما قدرش ان هو يحقق الدوري، بعض فعلا كان بيشكك ان جوارديولا ومش هينجح مع مانشستر سيتي، لكن الاداره يعني وضعت ثقه في جوارديولا من اكتر من طريقه، سواء يعني ادت له الفرصه لسنه تانيه وفي نفس الوقت بالصفقات يعتبر شبه الصفقات اللي طلبها قدر ان هو يعني يحققوها له. ميزانيه ضخمه طبعا لمانشستر سيتي، لكن في نفس الوقت برضو يعني احنا شفنا ان مثلا على سبيل المثال في الصيف اللي فات قدر ان هو يعني في نجوم رحلوا عن فريقه لكن قدر ان هو يعوضهم بلاعبين يعني اهم واقوى، وعلى سبيل المثال هالاند ضحى بجابرييل خيسوس وجاب هالاند، ضحى بزيتشينكو وضحى حتى في يناير بكانسيلو، لكن برضو تطوره وفلسفته ونجاحه مستمر. جوارديولا يعتبر يعني فرض فلسفته ومدرسته على أندية البريمير ليج كلها، ما يخسرش دوري انجليزي غير مره مرتين. واحده او مرتين يعني بنتكلم اول مره سبع طبعا مواسم يعني ما فيش غير مره واحده يعتبر بطولات. من ليفربول، وكان يعتبر كان شبه انه موسم كان ليفربول كان يعني مسيطر فيه بنسبه كبيره جدا على تفوقه على الانديه في الموسم ده، لكن بعدها بسنتين قدر ان هو برضه يحقق البريمير ليج وادي السنه الثالثه كمان، فيعني بنتكلم انه 5 مرات بيحقق دوري انجليزي ما فيش غير ممكن مرتين، فبالنسبه له طبعا يعني نجاح كبير جدا، لكن النجاح الاكبر بالنسبه للاداره وهم منتظرينها هو للادي، هم بالنسبه لهم مستنيين المشروع بتاعهم يترجم لبطوله اوروبيه واهم طبعا بطوله دوري ابطال اوروبا. اخيرا ايه التشكيل المتوقع للفريقين وهل تعتقد انه بيب جوارديولا هيفاجئنا النهارده ولا هيتعامل او هينزل بنفس التشكيل؟
التشكيل المتوقع يعني الكلام ان هو مش هيغير من التشكيل اللي كان بيبتدي فيه سواء في بطوله مانشستر بطوله البريمير ليج او في مباراه مانشستر يونايتد الاخيره. بنتكلم ان وجود اديرسون، وجود كايل ووكر، كانجي، لابو، ستونز، ودياز، بنتكلم وجود في رودري وفي جوندوجان والثلاثي نص الملعب الهجومي سواء كان دي بروين او برناردو سيلفا او جريليش، وطبعا الهجوم ما فيش خلاف عليه هالاند. انتر ميلان هيكون ابرز اللاعبين اللي هيشاركوا طبعا سواء كان فوفانا في حراسه المرمى وسواء كان ممكن هنشوف بقى في الدفاع هيرجع ميلان سكرينير ولا لا. وجود طبعا يعني بروزوفيتش، وجود باريلا، وجود لوتارو او جيكو، مع احتفاظ بلوكاكو كورقه في على مقاعد البدلاء، خصوصا ان احنا شفنا يعني سيمون انزاجي ما كانش بيعتمد عليه كتير في كاساسي. فالتشكيلتين يعني يعتبر معروفين شويه، لكن مانشستر سيتي توقعات كتير من المحللين الانجليز ان هم ان جوارديولا مش هيغير من اسلوبه او هيغير حتى من العناصر اللي بيعتمد عليها طول السيزون. دي بروين قال كده كمان امبارح، قال الانتر له هويه واضحه في التعامل مع المباريات، واحنا مش هنغير من طريقتنا لكن هنلعب بنفس طريقتنا المعتاده. اعتقد ان الناس كمان اللي بترجح كفه المان سيتي باصين لترتيب الانتر في الدوري الايطالي، تقريبا ثالث حتى صح. الان هو خلص ثالث. هو ثالث. هو ثالث. طيب فاعتقد ان الفرق واضح يعني، او حتى الناس اللي بترجح كفه المان سيتي يعني بتستند على بطولات، بتستند على استعدادات واضحه، على الاداء حتى في المباراه الاخيره مع ريال حامل اللقب، كانت مباراه برضو من المباريات الثقيله، وان كان زي ما انت كنت بتتكلم قبل اللقاء ان ريال مش في حالته بتاع كل سنه. صحيح. هو يعني انتر يعني اخر موسمين يعني اداء متراجع، حتى كان في كلام ان سيمينو انزاجي كان هيمشي حتى في منتصف الموسم الحالي. فكان اداء انتر ما كانش من القوي لولا ان حظ سيمينو انزاجي قاد فريقه لنهايه دوري ابطال اوروبا. في نفس الوقت يعني انتر يعني كان يعتبر دوري ايطالي شبه انه محسوم باسابيع كثيره جدا لنابولي. انتر يعتبر اخر فرصه ليه لدوري ابطال اوروبا. يعني احنا هنتابع النهارده زي ما كنا بنتكلم بالساعه 10 صحيح. موعد كل عشاق الساحره المستديره. بنشكر حضرتك جزيل الشكر محمد همام الناقد الرياضي، نورتنا في صباح الخير يا مصر. شكرا ليك.